مرحبا، معكم دكتورة أسيل الحروب من برنامج تي بي بي. خليكم معي اليوم، رح نحكي عن منتجات طبية موضعية من شركة كوزمو فارما الإيطالية، واللي أثبتت فعاليتها في علاج العديد من الأمراض والحالات الجلدية اللي بتخص البشرة والشعر. بداية رح نحكي عن الوايتنينج لاين، لاين التفتيح، وأول كريم هو كوزمو وايت كريم. شو بيعمل كوزمو وايت كريم؟ 1- بيقلل من البقع الداكنة ومن فرط التصبغ وبيعمل تفتيح للبشرة. 2- بيمنع وبيعالج الكلف. 3- بيعطي ترطيب ومرونة للبشرة. كوزمو وايت كريم بخلاصة النباتات الفعالة مناسب لجميع البقع الجلدية والمناطق الداكنة، وبيشتغل على جميع السكن سبوتس المتصبغة في جميع مناطق الجسم. بيحتوي على 1- ألفا أربيوتين بتركيز 1% واللي بيفتح الجلد عن طريق الانهبيشن أوف تايروسينيز إنزيم، مما بيقلل من إنتاج صبغة الميلانين وبيقلل من ايج أو ليفر سبوتس. كمان بيقلل من درجة السكن تانينج أفتر اليو في إكسبوجر. سكين مون باتنتد كومبلكس، وهو عبارة عن الأورنج جوس، أوليف ليفز والرايس جرينز، كباريس سباينوزا والبوليفونولز. بيعطي مفعول لتثبيت التايروسينيز إنزيم المسؤول عن تصنيع الميلانين بنسبة أكبر من الأربيوتين والكوجيك أسيد إتسلف، وما بيسبب حساسية للجلد، وبيعطي مفعول للتبييض بعد 4 أسابيع من الاستخدام يومياً. 3- ساليسيليك أسيد مع الجلايكوليك أسيد. هدول التركيبتين بيخلوا كوزمو وايت كريم فعال في إزالة جميع الخلايا الميتة السطحية مع التصبغات الجلدية. 4- فيتامين إي، واللي بيوفر ترطيب عالي وكمان بيشتغل كمضاد لأكسدة الجلد. 5- لاكتيك أسيد، بيوفر ترطيب مناسب للبشرة وبيحفز إنتاج الكولاجين وبيقلل من ظهور الخطوط الرفيعة وبيساعد في شد البشرة. 6- تيتانيوم دايكسايد، وهو واقي شمس فيزيائي بيخلي كوزمو وايت كريم مناسب للاستخدام اليومي صباحا ومساء. وهيك بنكون عرفنا كوزمو وايت كريم، مكوناته، فوائده للبشرة. هلأ رح نعرف أكثر عن الغسول المناسب للبشرة قبل استخدام الكريم، وهو كوزمو وايت كلينزينج ميلك. هو عبارة عن ديلي كلينزر لايتنينج افكت تو برايت اند هيدريت ذا سكن. كمان هو مزيل للمكياج ومناسب لجميع انواع البشرات الجافه والحساسه. مكوناته: 1- الفا اربيوتين لايتنينج والوايتنينج افكت، واللي بدوره بيقلل من الايج اور ليفر سبوتس، كمان بيقلل من السكن تانينج افتر يو في اكسبوجر. 2- سويت الموند اويل مع المالو اكستراكت، بيحافظوا على ترطيب ونضاره البشره. 3- لاكتيك أسيد، بيعزز من ترطيب البشرة وبيقلل من عوامل شيخوخة البشرة وبيحفز إنتاج الكولاجين وبيمنع ظهور الخطوط الرفيعة. 4- كامومايل إكستراكت، واللي عنده خصائص مضادة للالتهاب، مناسب جداً للبشرات الحساسة المصابة بالأكزيما. وبالنسبة لطريقة الاستخدام، يوضع على البشرة المبللة ثم يفرك ويشطف بالماء صباحاً ومساءً. وهلأ بنيجي لثالث منتج بلاين الوايتنينج، اللي هو كوزمو وايت آي كونتور، واللي بيشتغل على الرينكلز، داركنس والبافينس. هو سيرام مخصص للعناية بمدار ما تحت العين وإعادة النضارة لهاي المنطقة. بيحتوي على سينكول بتركيز 2%، واللي بيساعد في التخلص من الخطوط الرفيعة والتجاعيد العميقة والكروز فيت، وبيمنع الساينز أوف فاتيك. 2- بالبيري إكستراكت، واللي بتساعد في التخلص من الانتفاخات لأنه بيزيد الكابيلاري سترينث. 3- الألفا أربيوتين، بتساعد في علاج الهالات السوداء وتفتيحها. 4- كامومايل بروبوليس والفايتو إكستراكتس، اللي بتساعد في ترطيب المنطقة حول العين. أما بالنسبة لطريقة الاستخدام، فإنه بنعمل طبطبة بالكريم حول العين مرة صباحاً ومرة مساءً. وهيك بنكون خلصنا The Whitening Line. خليكم معي بالفيديو الجاي لحتى نحكي أكثر عن الأنتي إيجينج Line.